سويت من سنة تقريبا فيديو عن أكثر 5 ألعاب أثارت الجدل بالعالم وتم منعها بكثير من الدول. فكرة فيديو اليوم نوعا ما مشابهة لهذاك الفيديو، بس بفيديو اليوم ما راح نتكلم عن ألعاب أثارت الجدل، لا راح نتكلم عن أحداث أو أشياء صارت بعالم ألعاب الفيديو أثارت الجدل وكثير ناس تكلموا عليها. فإيه بهالفيديو راح نتكلم عن أكثر 7 أحداث أثارت الجدل بتاريخ صناعة ألعاب الفيديو، فيلا خلنا نبدأ. قبل ابدا الفيديو بس حاب اعلن عن الفائز بجيف اوي الشهر الماضي على بي سي الجيمنج، واعلن عن جيف اوي الشهر الجديد، فاذا ما يهمك الموضوع تبي تبدا الفيديو على طول شيك اول تعليق مثبت راح تلاقي حاطط وقت بدايه الفيديو اضغط عليه وراح يحولك على بدايه الفيديو على طول. طبعا جيف اوي الشهر الماضي كان مقدم من محلات جامبو الكترونيكس وكان على اخر فيديوهين توب 10 فقط. اخترت الفائز من فيديو اذكى واغبى اعلانات بتاريخ العاب الفيديو، والفائز معنا انتم شايفين قدامكم حاليا هو فانتوم زهد على ما اظن. ان شاء الله الف مبروك، نتواصل معك على الايميل انا او محلات جنبه نفسهم لناخذ عنوانك ونرسلك البي سي. وجيف اوي الشهر على احد افضل الماوسات والكيبوردات المخصصه للالعاب او الجيمنج المقدمه من لوجيتك، ماوس لوجيتك برو وايرلس وكيبورد لوجيتك برو. راح اتكلم على تفاصيل الماوس والكيبورد اكثر بنهايه الفيديو، بس حاليا اذا حاب تفوت بفرصه الفوز عليهم كل عليك تسويه ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناه واترك اي تعليق في وسيله التواصل فيه معك عشان لو فزت اقدر اتواصل فيها معك. ويلا خلينا نبدا بالفيديو. من اسبوع تقريبا من موعد نزول هالفيديو شركة مايكروسوفت اعلنوا عن جهازهم الجديد اللي هو الاكس بوكس سيريز اس اللي يعتبر ارخص جهاز العاب للجيل القادم. فعلى سيرة مايكروسوفت والاكس بوكس خلينا نبدا المرتبة العاشرة معاهم. سنة 2013 نزل جهاز الاكس بوكس 1 اللي كان منافس البلاي ستيشن 4، ومايكروسوفت اللي هي صاحبة الاكس بوكس كانت عم تعاني بهداك الوقت لانه البلاي ستيشن 4 كان منتصر عليها بكل النواحي. فاللي عملته انه وقعت عقود بقيمة 30,000 دولار مع بعض اليوتيوبر شهير، والعقود هاي كان مذكور فيها انه لازم اليوتيوبرز هدول يمدحوا الاكس بوكس، يمدحوه مو والله يقولوا رايهم بكل بساطه، لا كان مذكور بالعقود انه لازم يمدحوا الاكس بوكس حتى لو اليوتيوبر ما عجبهم الجهاز مقابل انه الشركه تدفع لهم فلوس. هالحادثه كلها تم اكتشافها من سنتين تقريبا، يعني بعد 5 سنوات من نزول الاكس بوكس مكتب التحقيقات الفدرالي بامريكا سوى شويه تحقيقات واكتشف هالشيء، وكانوا اليوتيوبرز موقعين على عقود انه ممنوع يتكلموا انهم مدفوع لهم عشان يمدحوا الجهاز ابدا. طبعا اكس بوكس بعد ما انفضحت ردت ان هذا شيء طبيعي كل الشركات يسووه، بس لا هذا كان شيء ما كان شيء طبيعي ابدا وكان ضد القوانين في امريكا اصلا. وانا كيوتيوبر مرت علي كثير شركات بيجي بيحكوا لي بندفع لك فلوس مقابل تمدح لعبتنا، بس كلها تكون شركات صينيه وصغيره والعاب موبايل، بس شركه كمايكروسوفت كاكس بوكس تسوي هالحركه عيب صراحه. بس حسب توقعي كانوا مضطرين يعملوا هالشيء لانه بلاي ستيشن 4 بوقتها كان ساحقهم بشكل جدا كبير، بس مع كل هذا ما نفعت معهم والاكس بوكس 1 ما باع الربع اللي باعوا البلاي ستيشن 5، فاتمنى ما يعيدوا هالحركة التسويقية الرخيصة. العاب الفيديو على مر التاريخ كانت دائما مهاجمة، سواء من الاهل عندك في البيت اكيد ما يحبوك لما تلعب العاب فيديو، سواء من الاخبار من المنظمات من كل شيء كانوا دائما يهاجموا العاب الفيديو من اول ما بدا شيء اسمه العاب الفيديو لحد اليوم. بس اخر 15 سنوات نوعا ما بداوا الناس يتقبلوا العاب الفيديو، سواء من الاعلام سواء من المنظمات بطل هجوم عليها نفس قبل، والجيمرز ارتاحوا انه خلاص اخيرا راح يخلونا في حالنا نلعب راحتنا. لحديت سنه 2018 اجت منظمه الصحه العالميه واعلنت انه ادمان الالعاب يعتبر مرض، صنفوه كمرض اللي هو ادمان العاب الفيديو، والناس والانترنت انفجروا غضب ب 2018 انه يعني خلاص خلونا في حالنا بعد ما شفنا انه الناس بداوا يتقبلوا العاب الفيديو ونلعب براحتنا بدون ما نسمع كلام طالع نازل. اجت منظمه الصحه العالميه وخربت هالكلام كله، وصار هجوم من الانترنت بشكل جدا كبير عليهم من وراء هالكلام. وبكل صراحه اوافقهم الراي نوعا ما. ثواني قبل لا تسبوني، انا جيمر صدقوني انا معاكم فريقكم، بس هم قالوا انه بعض الاشخاص فئه جدا قليله عندهم الادمان المفرط لالعاب الفيديو، وانا شخصيا اعرف بعض الناس يلي حياته كلها لعب من اول ما يصحى لحد ما ينام، ما في شغل ما في دراسه ما في اي شيء فقط لعب طول اليوم، وهذا اي يعني صراحه هذا ادمان هذا مرض. بس للاسف مثل اي خبر ينتشر بالعالم فقط العنوان اللي انتشر اللي هو العاب الفيديو تعتبر مرض وصلنا
صنفوها كإدمان. ما انتشر الكلام اللي مكتوب جوا المقالة اللي هو فقط فئة قليلة من الناس عندهم الإدمان المفرط، مو أي واحد يلعب ألعاب يعتبر مريض، بس اللي انتشر بين الأهالي والناس وكذا إنه خلاص أي واحد يلعب يعتبر مريض ومدمن. والشيء اللي يضحك إنه حالياً وقت كورونا أو كوفيد 19 منظمة الصحة العالمية نفسهم صار يقولوا ألعاب الفيديو كويسة، خليكم قاعدين بالبيت، لا تطلعوا برا البيت مشان كورونا، ألعاب الفيديو راح تساعدك ترفه عن نفسك مع وجود هالوباء. فسبحان الله كيف تغير كلامهم بشكل جدا سريع. فأي هي تعتبر من أكثر الحوادث اللي أثارت الجدل تاريخ ألعاب الفيديو، لأنه هي منظمة الصحة العالمية، مو والله دكتور ولا واحد يتكلم على اليوتيوب، لا، منظمة الصحة العالمية صنفت ألعاب الفيديو كمرض إدماني. سنة 2018 نزلت لعبة ناس كتير بيعتبروها من أفضل الألعاب اللي نزلت على الجيل الحالي، اللي هي لعبة Red Dead Redemption 2 من شركة روكستار. طبعا معروف شركة روكستار تنزل ألعاب متعوب عليها، ألعاب يشتغلوا عليها 7-8 سنوات، مو نفس يوبيسوفت اللي تنزل لك أساسن كريد كل سنتين ولا أكتيفيجن كول أوف ديوتي كل سنة. لا، روكستار لما ينزلوا لك لعبة فراح تعرف إنه اللعبة هي شغالين عليها أقل شيء 7-6 سنين وتطلع شيء محترم. ففعلا لعبة Red Dead Redemption 2 نزلت وحطمت أرقام وتقييماتها مولعة كلها 10 من 10، والناس حبوها بشكل جدا كبير. بس كل شيء حلو في جانب مظلم له، والجانب المظلم من Red Dead Redemption 2 طلع من أحد العاملين بالشركة طلع تسريب إنه بيئة العمل على Red Dead Redemption 2 كانت جدا سيئة وجدا فيها ضغط مو طبيعي. كانوا المطورين على اللعبة يشتغلوا فوق 100 ساعة أسبوعيا على اللعبة، وكانوا يشتغلوا أوفر تايم فوق الوقت الخاص فيهم وما يندفعوا لهم عليه، بس كان دائما في تخويف، فكانوا يشتغلوا غصبا عنهم لأنه كانوا خايفين إنه الشركة تفنشهم أو تطردهم من شغلهم، فكانوا مجبرين يشتغلوا أوفر تايم وبدون ما يندفع عليهم، ودائما في خوف إنه لو ما سووا شغلهم بشكل صحيح راح ينطردوا من الشركة. هالكلام كله طلع تسريب من أحد العاملين. فصحيح اللعبة طلعت خرافية وعجبت الناس بشكل جدا كبير، بس الناس اللي اشتغلوا على اللعبة اشتغلوا عليها فوق طاقتهم، وهذا الشيء أزعج كتير من اللاعبين لدرجة إنه بعضهم بدأوا حملات مقاطعة روكستار ومقاطعة Red Dead Redemption 2 عشان تحترم موظفينها بالمستقبل. سنة 2016 كان في يوتيوبرين، واحد أمريكي اسمه تي مارتن والتاني بريطاني اسمه سينديكت. هاليوتيوبرين كانوا يلعبوا لعبة CSGO ويحملوا فيديوهات عنها بشكل جدا كبير. بهذاك الوقت كانت منتشرة مواقع، هالمواقع تروح وتشتري فيها باكيجات للعبة CSGO، يعني مو باكيجات جوا لعبة CSGO نفسها، لا، مواقع خارجية. أظن لعبة CSGO الوحيدة اللي فيها النظام اللي تخلي إنك تشتري باكيجات من مواقع خارجية ما لها تابعة للعبة، بعدين لو طلع لك سلاح بهالموقع فينك تخدم اللعبة فعليا. فالمهم هاليوتيوبرين اللي هما تي مارتن وسينديكت عملوا كتير فيديوهات على موقع اسمه CSGO لوتو. هذا موقع باكيجات للعبة CSGO، أو نوعا ما أشوفها مقامرة صراحة، اللي هي تروح تدفع فلوس حقيقية عشان تفتح باكيج وانت وحظك شو يطلع لك سلاح. فالمهم هدول اليوتيوبرين عملوا كتير فيديوهات على هالموقع وانه قاعدين يفتحوا باكيجات ويطلع لهم أسلحة خرافية ويخلوا الناس يروحوا ويدفعوا فلوس بهالموقع ليطلع لهم أسلحة وشلنا الكلام. بعدين بعد شوية تحريات طلع انه هاليوتيوبرين هم صاحبين الموقع، هذا الموقع تبعهم، وبالفيديوهات ما كانوا يذكروا هالشيء. بالفيديوهات كانوا يقولوا انه هذا موقع شافوه على النت وعم يروحوا يفتحوا فيه باكيجات، ولما تطلع لهم اسلحه خرافيه جوا الباكيج هذا لانه هم فوزوا نفسهم، يعني هم عندهم سلطه على الموقع، هم يتحكموا بالموقع فيروحوا يفوزوا حالهم ويقولوا للناس شوفوا هالموقع اعطانا السلاح الخرافي، يلا روحوا ادفعوا فلوسكم فيه وفتحوا باكيجات. فكانت فضيحه جدا قويه لهاليوتيوبرين. كل الكوميونتي على اليوتيوب 2016 صار يعمل فيديوهات فضيحة لهاليوتيوبرين، واضطروا انه يعملوا فيديوهات يعتذروا فيها او شيء من الكلام. فيعني فوق ما انه موقع مقامرة، لا، وكمان نصابين قاعدين يفوزوا حالهم عشان يورجوا للناس انه يعني هالموقع خرافي وهم صاحبين الموقع والفلوس كلها تروح لإلهم. طبعا ما اقدر اذكر حوادث اثارت الجدل بعالم الالعاب وما اذكر لعبة Call of Duty Infinite Warfare. طبعا اعلان لعبة Call of Duty Infinite Warfare هو اكثر اعلان عليه ديسلايك للعبة في تاريخ اليوتيوب، وتقريبا ثاني او ثالث اعلان عليه ديسلايك بتاريخ اليوتيوب بشكل عام جيمينج او غير جيمينج. اللي ما بيعرف القصة، شركة Activision اللي عندها لعبة Call of Duty قررت تعمل العاب بالمستقبل بسنة 2014، فعملت لعبة Call of Duty Advanced Warfare اللي كانت بالمستقبل، وكان في عندك جت باك اللي يخليك تنط نطة عالية وأسلحة ليزر، وكانت أحداث اللعبة عام 2060 يعني بعد 50 سنة تقريبا. فالناس حكوا أوكي خلاص نبي الحين لعبة بالماضي. راحت نزلت لعبة Black Ops 3 اللي كانت بالمستقبل الأبعد وفيها تحكم بالعقل وبالدماغ وحركات وأشياء بالمستقبل مرة يعني. فالجمهور حب اللعبة وتقبلها، بس قال خلاص نبي حاليا جزء قديم، شيء بالحرب العالمية الثانية أو شيء على الأقل بالحرب الحالية، ما نبي شيء بالمستقبل، ما نبي مشي على الحيط وليزر، ما نبي هالخرابيط كلها. راحوا شاملوا Activision نزلوا جزء
Call of Duty Infinite Warfare اللي هو بالمستقبل بعد 400 سنة بالفضاء والمريخ، وصارت ستار وورز وحرب ليزر وفضاء. فالجمهور غضب بشكل جدا كبير ونزلوا ديسلايك بالإعلان وقاطعوا اللعبة، مع أنه صراحة اللعبة لما نزلت طور القصة اللي فيها كان جدا خرافي، وحتى المالتي بلاير عدد جدا كبير من الناس حبوه، بس اللعبة فشلت كجزء Call of Duty ونجحت كلعبة بشكل عام. كيف يعني؟ يعني هي فشلت كجزء Call of Duty، كانت أقل مبيعا بين كل أجزاء Call of Duty، بس ما فشلت كلعبة بشكل عام لأنها بتضل Call of Duty وكتير ناس اشتروها. فالشركة ما خسرت فلوس من وراء اللعبة، لا بالعكس ربحت، بس مو نفس أرباح أجزاء Call of Duty الثانية بشكل عام. فأي Call of Duty Infinite Warfare تعتبر من أكثر الحوادث اللي أثارت الجدل بتاريخ عالم ألعاب الفيديو. بالمرتبة الثانية راح نتكلم عن شركات الألعاب والصين، وراح نتكلم بالذات عن شركة Activision Blizzard والصين. طبعا كان في بطولة للعبة Hearthstone اللي هي لعبة البطاقات من شركة Blizzard التابعة لActivision، وبهالبطولة كان في مقابلة مع أحد اللاعبين المحترفين اللي مشارك بالبطولة وكان من هونغ كونغ. فطلع وبالمقابلة أول شيء قاله إنه الحرية لهونغ كونغ، الحرية لهونغ كونغ، وشوية كلام مع الثورة اللي قاعدة تصير بهونغ كونغ. اللي ما يعرف، هونغ كونغ دولة تحت الحكومة الصينية، الحكومة الشيوعية عم تتحكم بهونغ كونغ، ومن سنتين إلى الآن في مظاهرات يومية بهونغ كونغ بدهم يتخلصوا من الحكم الصيني. فهذا الشخص طلع وقاعد يتظاهر، أو يعني بالمقابلة تبعه كان قاعد يأيد الثورة بهونغ كونغ. فعلى طول بليزرد اللي عملوه إنهم طردوا هذا الشخص من المسابقة، منعوه إنه يأخذ الجائزة المالية تبعه، ومنعوه إنه يشارك بمسابقات بالمستقبل. ليش بليزرد أو أكتيفيجن سووا هالشيء كله؟ لأنهم خايفين من الصين، لأن فعليا ألعابهم، بعض ألعابهم موجودة بالصين. فلو ما عملوا هالحركة على طول كانت الصين رح تمنع ألعابهم. الصين ما عندها 1-2، ما عندها 1-2، على طول أي شيء أي شركة ما تتعاون معاهم على طول يمنعوا ويحضروا اللعبة، ما عندهم أي مشكلة. وعلى طول قلعوا هالشخص ومنعوه من جوائزه وعطوبان كل هاد. حتى المذيعين، كان في مذيعين عم يعملوا مقابلة معاه ما لهم أي علاقة، كمان بليزرد طردوا هالشخصين وهم ما لهم علاقة، كل هاد لأنهم خايفين من الصين. بس اللاعبين حولين العالم ما سكتوا لهالشيء، كلهم صاروا يطلعوا ويمسحوا حساباتهم ببتل نت اللي هو التابع لبليزرد، كله عم يمسح حساباته. كل الناس عم يطلعوا على هاشتاجات على تويتر إنه امسحوا باتل نت، قاطعوا أكتيفيجن، قاطعوا بليزرد، لأنه قاعدين يهاجموا شخص قاعد يأيد ثورة قاعدة تصير ببلده يعني، ففاهمين علي. فبعدين بعد هالكلام كله اللي صار، أكتيفيجن بليزرد أظن تناقشت مع الحكومة الصينية ورجعوا اللاعب هاد ورجعوا له الجائزة تبعه، بس عطوا عقاب أظن إنه ممنوع يشارك مدة سنة وبعدين فيه يرجع طبيعي. يعني عملوا هالأشياء مشان يخففوا غضب الناس، بس هالشيء ما نفع. بعد فترة، بعد بسنة تقريبا، كان في مؤتمر لبليزرد بمعرض E3، وبنفس المؤتمر طلع مدير بليزرد وتأسف للاعب وقدم اعتذاره للناس، بس ما في فائدة. الناس كانوا عم يطلعوا مظاهرات بالمؤتمر هذا نفسه ضد شركة بليزرد والصين، وحتى فيديو الاعتذار تبعه على اليوتيوب مثل ما شايفين، شوفوا كم الديسلايك عليه على الحركة اللي سووها، مع انهم اعتذروا بس ما سمحوهم على الشيء اللي سووه، انه فجأة طردوا اللاعب وطردوا المذيعين وحرموه من جائزته، كل هذا خوف من الصين. وغير هيك، اكتيفيجن مرة تانية بإعلان بلاك اوبس اللي نزل من فترة، بلاك اوبس كولد وور او الحرب الباردة. بالإعلان الاول اللي ما كان فيه جيم بلاي، كان فيه فقط لقطات من الحياة الحقيقية، كان في لقطة جزء من الثانية من مظاهرات صارت بالصين، فالإعلان انتشر وكذا. بعدين اجت الصين عصبت، راحوا اكتيفيجن على طول مسحوا الإعلان وشالوا هاللقطة ورجعوا حملوا الإعلان من اول وجديد بدون لقطة المظاهرات اللي في الصين. وهالمثال اللي ذكرته من موقف شركة اكتيفيجن بليزرد مع الصين هو فقط مثال واحد، في كتير امثلة من شركات العاب غيرت اشياء لانها خايفة من الصين، وحتى شركات افلام ومسلسلات هوليوود ضخمة مو فقط الالعاب. وسبب من هذا الشيء انه الصين عددهم مليار شخص تقريبا، فاي شيء ما يعجب الحكومة الصينية راح تمنع عن الصين، وبالتالي راح يمنع عن مليار شخص، وبالتالي الشركة راح تخسر مئات الملايين وحتى مليارات الدولارات، مشان هيك دائما تلاقيهم خاضعين للصين. بالمرتبة الاولى عنا اجدد حادثة وصارت تقريبا من شهر شهرين والى الان مستمرة، اللي هي بين ايبك جيمز اللي عندهم فورتنايت، وابل اللي عندها ايفون وماك، واظن كلكم بيعرف ايبك جيمز وكلكم بيعرف ابل. طبعا السالفة طويلة وفيها كتير تفاصيل، بس بالمختصر لعبة فورتنايت لما تروح تشتري في بوكس بلعبة فورتنايت على الايفون، فشركة ابل عم تاخد جزء من هالفلوس لإلها اللي هي تقريبا 30%. فشركة ايبك جيمز عم ترفع اسعار الفي بوكس لما تشتريها على الايفون، راح تكون اغلى من البلاي ستيشن او الاكس بوكس او البي سي. فاللي عملته شركة ايبك جيمز انه عملت حركة جوا لعبة فورتنايت، والحركة هي انك تشتري في بوكس جوا اللعبة بس مو عن طريق ابل، فبالتالي راح تدفع اقل وابل ما راح تاخد اي جزء من هالفلوس. فابل عصبت وقالت لا، هذا الشيء عكس القوانين اللي احنا نسمح فيها، وراحوا مسحوا لعبة فورتنايت من الاب ستور. فعليا حاليا لعبة فورتنايت مو موجودة على الاب ستور. وفوق هاد كله، كل المطورين
اللي اشتغلوا على فورتنايت، اللي عندهم حسابات بالاب ستور ويعملوا العاب تانية، مسحوا حساباتهم كلها، منعوهم يشتغلوا من اي شيء. وغير هيك شركة ايبك جيمز عندهم برنامج باسم انريل انجن اللي يعتبر من اشهر البرامج بالعالم لصناعة العاب الفيديو. فهالبرنامج فيه تولز او معدات خاصة فيه موجودة على الاب ستور على الايفون، راح شركة ابل مسحت كل التولز الخاصة بالانريل انجن. يعني في ناس ما لهم اي علاقة بايبك جيمز كل ذنبهم انه استعملوا معداتهم ليعملوا العاب خاصة فيهم، حاليا انحرموا من هالشيء. فيعني ابل هاجمة هجوم جدا شرس على ايبك جيمز من وراء هالموضوع، والموضوع كبر بيناتهم لدرجة انه شركة ايبك جيمز رفعت قضية على ابل بالمحاكم بامريكا. وكان سبب القضية انه شركة ابل تاخد 30% من الفلوس لاي برنامج موجود على الاب ستور، وهذا احتكار ورقم جدا كبير، وانه ما بصير شركة كبيرة وضخمة تستغل المطورين وتاخد فلوسهم نفس هيك. وفوق القضية شركة ايبك جيمز عم تعمل اشياء اكتر واكتر ضد ابل والايفون. واحدة من الاشياء لو بتشوف حسابهم على تويتر كل فترة عم ينزلوا تغريدات مع هاشتاج فري فورتنايت او حرروا فورتنايت عم تهاجم في ابل. غير هيك ارسلوا لليوتيوبرز مثل تيشيرتات واشياء لها علاقة فورتنايت مكتوب عليها فري فورتنايت، فاليوتيوبر المشاهير كلهم عرضوا هالاشياء وخلوا الناس يعرفوا اكتر واكتر. وغير هيك نزلوا سكن مجاني جوا لعبة فورتنايت. السكن عبارة عن تفاحة فاسدة، فعليا بدلة لواحد وجه وجه تفاحة ولابس نظارة شمسية، وحطوا كاتسين لهالسكن او مقطع سينمائي وبتشوفوا انه هالسكن التفاحة هو واحد شرير وواحد طماع ويبي فلوس. واظن جدا واضحة شو قصدهم، قصدهم شركة ابل. شركة ابل هي رمزها رمز تفاحة، وتفاحة مأكولة كمان. فالناس حاليا منقسمين لفئتين، فئة مع شركة ايبك جيمز عم تحكي اللي بتسوي شركة ابل غلط، غلط انه تاخد 30% من الفلوس، مفروض تاخد جزء جدا بسيط 5 10 15% بس مو 30%. في كتير ناس واقفين مع ايبك جيمز وفورتنايت، وفي الجزء الثاني اللي واقف مع شركة ابل وعم بيحكي انه بكل بساطة هي قوانينهم، يعني هم صاحبين المتجر، هم صاحبين النظام والموبايل، فهي قوانينهم يعني على كيفهم يحطوا اللي بدهم اياه. فاي اتمنى تشاركونا بالتعليقات هل تشوفوا ايبك جيمز هم معهم الحق ولا شركة ابل. فاي شباب هالفيديو لليوم اتمنى يكون عجبكم، اتمنى بنهاية الفيديو لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك، شاركونا بالتعليقات ارائكم عن الاحداث هاي كلها، واتمنى لا تنسوا تشتركوا في القناة. وحاليا راح اخليكم مع مراجعة بسيطة للكيبورد والماوس من لوجيتك اللي عليهم جيف اوي الشهر الجديد. يلا مع السلامة. طيب خلينا نتكلم اول شيء على كيبورد لوجيتك برو اكس. طبعا الكيبورد اللي بيميزه انه بيجي بالحجم الصغير، اللي هو معظم كيبوردات الجيمينج الجديدة عم تجي بهالشكل، لانه في ازرار تانية ما تحتاجها للجيمينج. وغير هيك الكيبورد هاد شركة لوجيتك صممته مع ناس محترفين بالالعاب، سواء بكاونتر سترايك، كول اوف ديوتي، فورتنايت. جابوا اشخاص محترفين وصمموا الكيبورد معاهم عشان يشوفوا شو الاشياء اللي فعلا يحتاجوها من ناحية حساسية الازرار. فحرفيا اللي صمم الكيبورد ناس محترفين بالالعاب. وغير هيك اضويه الار جي بي فينك تغيرها على راحتك عن طريق برنامج جي هاب. طيب خلينا نتكلم على الماوس اللي هو لوجيتك برو وايرلس. هذا الماوس يعتبر من افضل الماوسات الجيمنج الموجوده حاليا، ماوس جدا بسيط سمبل، ما هو من الماوسات المعجوقه اللي تكون مليانه ازرار ما بتحتاجها، لا ماوس بسيط جدا فيه زرين اضافيين بيساعدوك بالجيمنج. الماوس طبعا وايرلس بسرعه الترا سبيد، فما في تاخير ابدا كانه موصل بكيبل. اذا حاب تعرف معلومات اكثر عن الماوس والكيبورد شيك اللينكات الموجوده بالوصف. We'll be right back.